بعض الوقائع والحوادث لا يجدر بك البوح بها، بعض القصص قد يستخف بها الكثير رغم ثقلها ومرارتها على قلبك. فلا تكلم أحدا عنها، لا تكلم أحدا عن الآلام التي كابدتها والصراعات المريرة التي واجهت بها شراسة الحرب تلك. عليك أن تحتفظ بها في صندوق ذكرياتك متوجا إياها بتيجان من الفخر والاعتزاز، لأنها ستكون سندا عظيما تلجأ إليه عندما تحاوط قلبك الانكسارات. ستكون الأمل الذي تستمد منه نورا يضيء ليلك المعتم، ووحدها نبضات قلبك التي اختلت، ارتجافة يديك، صبرك وأنت تنتظر خبرا مصيريا، دمعاتك التي ذرفت شوقا لأحدهم، ضحكاتك التي اختبأت خلف جبال الحزن والقهر. ستكون شاهدة على كل تلك الحروب الموحشة والانهيارات النفسية، لتظهر بعدها بثباتك المعهود رغم العواصف الهوجاء التي طوقت